ربي يبارك رزقك انا ما كاينش عندنا مش كلشي خدام كيف بالنسبه للاسطول غير يدي توقف كيف ما سبق التساؤلات ديالكم وديال المواطنين على تجديد الاسطول راه تجديد الاسطول يعني راه ماشي داك السائق ولا داك السائق المستغل ولا داك المستغل اللي ما بغاش يبدل هناك اكراهات ونعطيكم بعض الامثله كاين اكراهات ديال ذوي الحقوق ملي كيتفهموا الكريمه كتلقى صراع ما بين الورثه على انهم شكون اللي غادي ياخذ هذيك لاكريمو وقانونيا كتعطى الام هي الاولى ومن بعد احد المعاقين في العائله او لا حامل بطاقه عنده يعني عنده بيرمي ديال بيرمي دو كونفيونس والبطاقه المهنيه ولكن ملي كيدخل داكشي في الصراعات كتولي ما هي وما لونها هذاك المستغل لسنين هو كيخلص واحد السومه كرائيه من غير ما يعطى كي كنقول لي حنا اون نوار يعني راه حتى هو من حقه انه يستفد ما يبقاش انا دابا ها انت دابا راه لونصاو لو 31 ديسمبر جميع الاساط جميع السيارات المتهالكه غادي تمشي بحالها وخرج واحد القرار اخر بانه سيارات الاجره اللي فايته 15 عام خصها تبدل اي سيارات الاجره الكبيره 15 عام والصنف الثاني عطوا 10 سنوات ولكن انا دابا قاعد درت سياره ومات الرب كتخليني في مشاكل لذلك حنا كنا كنطالبوا باقي كنطالبوا بالترخيص للسائق المهني اللي هو اولى انه يستفد لان هذا قطاع الريع خاص هادشي تخطع هادشي راه الناس كلاو الدق كاين واحد الملف في اليمن ديال العائله ما بها ما عليها التفه المستغل نات المراه بغات دي التاكسي نادو خوتو بغاو يدو التاكسي يعني ولا الشد ولا مشاكل صافي السلطات المعنيه خلات الشيفور دابا اللي خدام وكيخلي فلوس عنده مازال ما لقاوش كيفاش غادي يفكوا المشكل ديال هذا لان هي ارض اصلا هي لا تورث ولكن الاحقيه العائله ديالته يعني الزوجه والابناء ولكن ملي جينا نطلعوا على الملف فيه مشاكل ديال الكريدي فيه انه عنده باقي الام ديالو يعني كاين شي اشياء اللي هي مازال ما لقاوش لها الحل القانون شوف الا بغى يجزم شي حاجه كيجزم ولكن كنقولوا القطاع الريع خصو يتهيكل وباش يتهيكل لابد من التضحيه بشي ناس وهذا الشيء ولا تيوقع اليوم بالضبط كنت في مركز التنقيط عند رئيس القسم سولته على واش كاين شي بلاغ بان دوك الطاكسيات اللي عطاهم لو 31 ديسمبر شافوا قال لي مازال ما وصلني والو ويلا وصل هذاك انهم ما بقاوش يبونتيو وغادي تحبسوا في الطريق يعني راه دوك العائلات اش بيديروا واش هاد الناس واش هاد السلطه المعنيه فكرت لدوك العائلات اللي بيوقفوا الا قلنا 150 سياره اللي كاينه في كادير على ما اظن هي اللي فيها لي 240 ولا 250 راه مشكل كبير راه كل سياره هزا تقريبا ثلاثة العائلات إلا هضرنا على المستغل ونهضروا على السائقين اش غادير لها ثلاثة العائلات تخرجهم للتشرد لذلك حنا كنطالبوا ديما السلطات قبل ما يتخذوا شي قرار يلقاو الحلول لذاك السائق اللي هو كيدور عليه الفيلم كامل اللي هو عاطي سنين من عمره ما استغل والو وما استفد والو هنا خاص هاد الحلول تكون يعني خصو يلقاو ليها الحل راه لو وقفتي هذيك 150 سياره كون على يقين غادي نخرجوا في مشاكل اخرين لكن الواحد كان خدام بخير ماشي بخير المهم كيجيب لقمه العيش وابسط الحقوق شنو هي لقمه العيش راه هذه راه دوله الحق والقانون المواطن على الاقل بغى العيش الكريم والصحه والامن هادو راه حقوق ديالنا ما كنطلبهم حتى شي واحد لان الحق هذاك حقك واذا جيتي تحيدي ديك لقمه العيش يقدر واحد من هذيك العائله غادي يخرج لك على الجنب هانت غادي تزيد في الجريمه هانت غادي تزيد في مشاكل كثيره كيلقاو الرفض من الزبون والزبون ديما كنقولوا حنا لا هو الحق انه يختار ولكن خاص يعرف المواطن بان سنين وسنين راه هذاك النوع ديال السيارات هما اللي كانوا كيهزوا غير حنا دغيا كنساو الماضي وكنعيشوا الحاضر سير بلاس يعني ما عرفناش علاش ولكن انا ماشي ضد الناس انهم يطلب سياره نقيه في مستوى صحيح ولكن انت هذاك الاسطول هذاك راه قطاع خدماتي اللي من بعد الاستقلال راه هو اللي كان كيهز المغاربه
راه المغرب كامل كتلقى الدوار كامل عليك الدو يلاه فيه جوج طوموبيلات ولا ثلاثه سيارات اجره هي كتفك الوحيل. ولكن دابا راه دابا ولينا كنهضروا حتى على هذا الشيء ديال المسائل الاخرى ديال النقل حتى هي زاد ازمه الوقت. واش نقولوا الله يفك الوحيل. اما حنا هذا هو الميساج ديالنا يلقاو حلول لذاك السائق بغى يبدل عنده. راه كاينين الناس دابا ديجا وصلوا الدعم الثاني في تجديد الاسطول. وواحد كيشوف طوموبيلو هكاك انها متهالكه ولكن ما باليد حيل ما عنده ما يدير. يعني خاص التدخل الفوري يتعطاو لذوك الناس الرخص باش تكون بعدا غير استثنائيه باش ما يتقتلش ديك العائله يلقاو شي حل. الحل كاين ولكن الا ما بغاوش يديروا كيخلوا الناس بحال هكا.